سوريا الدرة بين أقطار الوطن العربي ظلت متمسكة بلغتها. وعندما فتحت الجامعة وكانت تحتوي على كلية الحقوق وكلية الطب، التدريس بدأ باللغة العربية، والتعريب بالدواوين والكل، بدأت اللغة العربية شقت طريقها إلى جميع مجالات الحياة. لما أخفقت الدول الاستعمارية في فرض لغتها، إن من قبل فرنسا في المغرب العربي، وإن من في بريطانيا في مصر وفي فلسطين وفي العراق.